نروح بقى لنادي البنك الاهلي. البنك الاهلي الحقيقه فاجئ الجميع لانه كان السنه اللي قبلها في القسم الثالث وصعد بعد مباراه فاصله الى الدوري الممتاز به وكان في مجموعه الصعيد. فاجئ الجميع انه في الاسبوع الاخير بيصعد الى الدوري الممتاز. ده معناه انه الناس دي بتشتغل صح. الناس دي عامله منظومه اداريه رياضيه تسويقيه استثماريه بشكل رائع. زي ما قلت لكم في المقدمه ازاي نجحوا مع قصه الاقتصاد ونادي البنك الاهلي هذا الاسم العريق جدا مصدر الثقه في مصر للملايين. عايز كمان يبقى مصدر ثقه في كره القدم او في الجانب الرياضي. المفاجاه اللي حضراتكم هتفاجئوا بيها انه متاسس من سنه 1950 لكن ما كانش فيه اهتمام كروي بنادي البنك الاهلي. بدا يبقى فيه اهتمام كروي، اختار ملعبه ملعب اتحاد الشرطه ولما ركزوا في الاهتمام الكروي صعدوا الى الدوري الممتاز. اختاروا مدرب قدير كابتن محمد يوسف مدرب المدير الفني السابق للنادي الاهلي والعديد من الانديه المحترمه. كابتن الفريق بالتاكيد كابتن احمد علي وده هداف من العيار الثقيل. عملوا 22 صفقه، ثاني اكبر صفقات في الدوري بعد نادي اسوان، وما كانش عندهم حد من الاعراض. يا ترى البنك الاهلي بيفكر ازاي؟ هل بيفكر انه مجرد البقاء؟ هل بيفكر انه يبقى نادي بيخوف بيقلق؟ بالتاكيد محمد يوسف، بالتاكيد سياده اللواء اشرف نصار رئيس النادي واداره البنك بالكامل لهم فكر في دماغهم وعندهم بالتاكيد استراتيجيه، لانه ما ينفعش اسم البنك الاهلي الا لما يكون معاه النجاح. التشكيله الامثل لكابتن محمد يوسف ضم احمد السعداني حارس مرمى من حرس الحدود وكان عامل موسم الى حد كبير جدا جيد ما عدا الاسابيع الاخيره. اسامه ابراهيم، محمد دبش، محمد كوفي، بهاء مجدي، كل دول لعبوا دوري ممتاز. الخماسي ده لعب دوري ممتاز. محمد فخري من ناشئي الاهلي واللي اثبت وجوده في بعض من المباريات ومعروف يوسف باسمه الكبير جدا. موسى ديوارا دوري ممتاز، محمد المثاني، محمد بسوني، واحمد علي. اذا انت بتتكلم على فريق كله دوري ممتاز. الزنفوري في حراسه المرمى، محمد مجدي، محمد ابو المجد، قعود، احمد ياسر، فادي فريد، احمد شرويده، مجموعه كلها لعبت في الدوري الممتاز. كمان عنده احمد صبحي وعنده امير مدحت ومجدي، محمد مجدي واحمد ياسين وعاصم صلاح ومحمد ابو المجد ومحمد لعبه وحسام الصانع ومحمد حامد ومحمد ميدو ومحمود سيد وقعود زي ما قلنا واحمد ياسر وفلاديمير استرلا وشادي رضوان برضو من لاعبي النادي الاهلي الصاعدين، وعنده علي صابر وعنده فادي فريد من اللاعبين الهايلين، عنده احمد شرويده، عنده محمد حسين. طب صفقات نادي البنك الاهلي كانت ايه؟ كانت محمد كوفي، كوفي انتوا عارفينه وتالقه مع نادي الزمالك وتالقه مع نادي سموحه ومن قبلهم النادي المصري، موسى دياوارا من الانتاج الحربي، احمد ياسين من مصر المقاصه، ومحمد حسين، معروف يوسف من الزمالك اللي كان معرض للمقاولون، محمد فخري وشادي رضوان من الاهلي، احمد شرويده واحمد السعداني من الحدود، بهاء مجدي واحمد ياسر من المصري، محمد بسيوني، محمود قعود كانوا منورين جدا في امبي، محمود السيد من المقاولين، محمد ابو المجد وعاصم صلاح من طلائع الجيش، محمد مجدي واسامه ابراهيم من الاسماعيلي، فادي فريد من اسوان، احمد علي من بيراميدز، ونجم النجم الساحلي محمد المثناني، ومحمود الزنفولي حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري. اعتقد يعني اسماء سواء قلنا في سيراميكا او قلنا في البنك الاهلي اسماء تخض، يعني موسم انتقالات بالنسبه لهم رائع، واخدين العمليه بجد شديد جدا جدا جدا. تعالوا نشوف اخر تقرير معانا واخر لقاءات ونرجع لحضراتكم في سهره الدوري العام. موسم صعب لانه مضغوط وكل الفرق استعدت بشكل مميز، كل الفرق دعمت القوائم بتاعتها، في نفس الوقت كمان انت مطالب ان تخلص موسم كامل 34 مباراه بالكاس بتوقفات حتى المنتخب في مارس، كل ده لابد انه يبقى في خلال 7 اشهر، ودي طبعا يعني حاجه هيتحملها كل الانديه. بالنسبه لنا احنا عملنا فتره اعداد وجينا عملنا حوالي 4 5 لقاءات، يعني الحمد لله قدرنا ان احنا يعني نوجد الانسجام
والتوافق ما بين اللاعبين. طبعا انت عارف احنا جايبين لعيبه، اتنين من انبي، اتنين من اسماعيلي، واحد من الانتاج، اتنين من الجيش، يعني مكونين فريق من مختلف الانديه، ناس عندها خبرات في الدوري الممتاز، لعيبه كويسه ولعيبه مميزه. نتمنى ان شاء الله ان يكونوا في احسن جاهزيه ليهم. عندنا الامر شويه مختلف، احنا كان في فرقه صاعده من الدرجه الثانيه، تبقى منهم من الناس اللي كانت موجوده 7 لعيبه، بعد كده كملنا بصفقات جديده. الصفقات الجديده دي احنا برضو الفتره اللي فاتت اشتغلنا ان يبقى في انسجام سريع، لان انت برضو احنا تعاقدنا في يعني من حوالي شهر ونص تعاقداتنا احنا كمدربين، ولكن كمان الصفقات ما اكتملتش معاك بشكل جيد الا من فتره قريبه، فده هياخد مننا مجهود ان احنا نبدا نشتغل على التجمعات اللعيبه، وان احنا نقدر نعمل توليفه كويسه جوه الملعب. لعيبه كويسه دخلت على نادي البنك الاهلي، وان شاء الله باذن الله يعني تبقى البدايه كويسه، كل الناس منتظره يعني بدايه كويسه للفريق وللنادي، كله عاوز يشوف الصفقات، كله عايز يشوف الفرقه، فان شاء الله باذن الله تبقى بدايه كويسه لينا، ويعني ربنا يكرمنا ان شاء الله ببدايه كويسه ان شاء الله مع وادي دجله. تجربه جديده، واتكلمت مع مجلس الاداره والناس عندها طموح، وتعاقدوا مع مجموعه لعيبه كبيره، ومجلس الاداره عنده طموح كبير، مش بس ان هو يستنى في الدوري، لا، عندهم طموح ان هم ينافسوا على مركز. نادي البنك الاهلي من اكتر الانديه استقرارا، او المؤسسه دي من اكتر المؤسسات استقرارا اللي قادره ان هي تنافس، وقادره ان هي تدخل يكون لها طموح قوي في وسط الكيانات الموجوده، سواء كيانات قديمه من الانديه الكبيره او من الانديه الصاعده اللي بتقدم زي ما قلت لي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا. البنك الاهلي قادر انه ينافس كل الكيانات اللي موجوده دلوقتي في السوق.